التميز حاضر والتنافس فرصة هامة للأكفأ. في اليوم الختامي لاختبارات البطولة المدرسية السورية، 46 متميزاً ومتميزة ينهون اختبارات البرمجة والخوارزميات والتفكير الحاسوبي في المركز الوطني للمتميزين بجامعة تشرين في اللاذقية. الهدف منها هي البحث عن بذور التميز والبرمجية. الطلاب اللي بهمهم برمجيان، اللي بهمهم المسابقات المعلوماتية بشكل عام، عم بيدخلوا عن طريق هاي المسابقة. عم تشمل مراحل عمرية مختلفة، بتفرق عن الأولمبياد إنه الأولمبياد بس طلاب العاشر بيدخلوا، هون عم يدخل معنا الطلاب من صف الخامس لصف الحادي عشر. ضمن خطة هيئة تميز الإبداع باكتشاف المواهب باختصاص الاختصاصات العلمية ومنها البرمجة التنافسية والخوارزميات، عم نعمل اليوم الشيء اللي مسميه البطولة المدرسية، يلي هي بتهدف لأنه تكتشف هدول المواهب بمختلف المحافظات السورية بعمر المدارس. فهي المرة الثانية اللي بتصير فيها هي البطولة، صارت السنة الماضية وهي ثاني مرة بنعيدها. بتكون متاحة لكل الطلاب من صف الخامس لصف الحادي عشر. شارك معنا بالبدايات يعني بمرحلة التسجيل بحدود 500 طالب، مروا بفلترة، بمرحلة فلترة نحن بهذاك الوقت نعطيهم شوية مسائل بنشوف هن بيعرفوا يبرمجوا وبيعرفوا الخوارزميات الأساسية. تأهلوا لمرحلة تصفية تانية صارت بمراكز هيئة تميز الإبداع بالمحافظات أونلاين، كان معنا بحدود 150 طالب، نجح منه 46 هن موجودين معنا اليوم بالنهائي. الاختبارات تجمع بين طلاب من مختلف المراحل المدرسية ومن جميع المحافظات السورية. الحياة هي المسابقة البرمجية المدرسية، هي أحد مسابقات الهيئة باتجاه البرمجة، البرمجة التنافسية تحديدا. هلا هي المسابقة بتجي للتأهل بالآخر لعضوية للفريق الوطني اللي هو الاختبار المركزي بالأولمبياد. فهي المسابقة هي عبارة عن ثلاث مراحل. بلشنا أول مرحلة أونلاين، في عنا المرحلة الثانية كانت على ثلاث مراحل، كانت ثلاث فحوص، وهلأ كانت النهائيات كانت هون باللاذقية بالمركز التميزين، كانت على مدار يومين. هلا الحقيقة هي المسابقة بتهدف لاستكشاف المواهب من عمر صغيرة، فيعني هاي المسابقة هي اللي مثلا بتنمي موهبتك. مثلا أنا قبل المسابقات ما كنت يعني كتير مهتم بالبرمجة، بعدها يعني قبل المسابقة بتكون أنت غير شخص عن بعدها، لأنه هن بيعلمونا طريقة الدراسة، يعني بيعلمونا كيف نصيد، مو بيعطونا السمك جاهز مثل المثال. فهي أنا هدفي منها عضوية الفريق الوطني أكيد، لأنه الفريق الوطني هو مستوى تاني وبقدر مثل بلدي سوريا على المستوى العالمي. هاي المسابقة إنه هي عبارة عن مسابقة عن البرمجة التنافسية. البرمجة التنافسية إنه هي يكون عندك مسألة وأنت هاي المسألة بدك إنه تحولها، انه بدك تلاقي حل لها هي المساله، بحيث انه شو ما حطيت له انه حالات انه يطلع انه مزبوطه وهيك. وانه كمان بشرط ثاني انه يكون انه بوقت معين، يعني تكون الخوارزميه سريعه، يعني انه الفكره منها انه نحن نلاقي اسرع خوارزميه واكثر خوارزميه دقه، وانه هيك يعني. هي خطوة فعالة وإيجابية لدعم فرق الأولمبياد الوطنية بطاقات مؤهلة وبأعمار مختلفة متميزة مبدعة في مجالات البرمجة والمعلوماتية، قادرة على تعزيز مكانة سوريا في المحافل الدولية.